احكي لعيالهم عني. اقول لهم ايه؟ جدتكم كان لسانها طويل وبتجر شكلي وبتمسك في خناقي. يا اختي انت ما تخرجي بالسلامه تبقي تحكي لهم كل حاجه. قولي لهم اني كنت بحبهم وكان منى عيني اشيلهم فين اني عيني. ايه ده؟ قلبي وجعني. شكلك بتتكلمي جد ولا ايه؟ احنا هنخرج من هنا رجلي على رجلك ومتعكسين على بعض، وان شاء الله هنشوف عيال عيالنا كمان وهم متجوزين. خلاص احنا النقد بتاعنا فاضل له شهرين. تفتكر يا جبرية هيخففوا علينا الحكم؟ ان شاء الله. قولي يا رب. بقول يا رب فك دقيقتنا ان شاء الله، واول ما نخرج من هنا انا وانتي نطلع نحج ونلبس الابيض في ابيض. احنا لابسين اهو يا كريمه. ده بتاع العقاب، الابيض التاني بتاع الثواب. يا رب. صلي على النبي واتفقلي خير ان شاء الله. الف صلاه وسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. برضو كلتي بعقلي حلاوه، والعيال كان لازم تشخطوا فيهم وتقولوا لهم زوروا مرات عمكم. ها يا عادل، 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 ده راح فين؟ أي خدمة؟ حضرتك مدام ريم؟ أيوة أنا ريم. إحنا معانا أمر بنقبض عليكي. عليا أنا؟ الحق يا ست زينات. في ايه ده هو؟ قبضوا على ريم. كيف؟ الحكومة راحت الفيلا وجرجروها على المركز وبيقولوا إن مروان هو اللي ورا الحكاية دي. تعالى وديني. يلا. وديني بسرعة. على مهلك. وديني. على مهلك يا ست زينات. ايه؟ على مهلك. يلا. يلا. يا عمتي. ايه؟ ايه؟ طمنينا. القرار طلع. حكم الإعدام اتلغى. الله. بجد يا شات؟ بجد؟ الحمد لله. طب أنا عاوزة أدخل أشوف ماما. طب خلاص هجيب تصريح بس ونشوفها كلنا. طب يلا يا جماعة يلا. يلا الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا رب. انت تروح للمستشار بتاعك تقوله لو ما خرجنيش من هنا هقلب الدنيا على دماغكم. ايه دي بس؟ اهدى. ده ايه؟ اشمعنى انتوا قلبتوا الدنيا لما محرم حرق المخازن عشان يأمن نفسه؟ قلبتوا الدنيا وما قعدتوهاش، وفي الآخر رميتونا في عيلة عبد الحكيم، رميتونا في حضنهم. ممكن تهدي بس وأنا أفهمك هنعمل إيه؟ طب مروان رماني هنا دلوقتي في السجن، وانت حضرتك جاي تقول لي اهدي. طب اهدى ازاي؟ هتعمل لي ايه؟ بدل ما اخد 20 سنه هاخد 10 سنين؟ هتخرجي. هخرج ازاي؟ اولا في عداوه بينك وبين عيله عبد الحكيم. هو انت ما بتفهمش انا بقول ايه؟ بقول لك مروان هو اللي رمانا في السجن. انا عندي حل، انا متاكد انك هتخرجي بكفاله. يمكن تبقى كبيره شويه بس انا متاكد انك هتخرجي. ولو ما حصلش؟ هيحصل. هيحصل ازاي؟ فهمني. عصام اخباره ايه؟ ما ترد عليا. هو انا كل ما اكلمك في حاجه تسكت؟ عايز اعرف عصام ايه اخباره. ما هو اللي هيحصل لعصام هو اللي هيحصل لي بالظبط. لا في فرق. عصام اتقبض عليه وتم العثور على الادله اللي ادينه جوه فيلته. ما انت الفيلا عندك كانت فاضيه ما فيهاش حاجه. يا سلام، المخازن كان فيها حاجات كتير قوي، والمخازن باسمي. مين قال كده؟ هو اللي مين قال كده؟ المخازن باسمي فعلا. صدقيني في حاجات كتير قوي في صالحك، اولهم موضوع المخزن ده. ازاي يعني؟ اه المخازن باسمك بس انت كنت مأجراها. مأجرها لمين؟ لبدري. ايوه لبدري الله يرحمه. وبدري كان من مطاريد الجبل، واكيد اكيد كان بيشتغل في اعمال غير مشروعه. وانا بقى مجنونه عشان اجر المخازن لواحد من مطاريد الجبل، صح؟ وانت هتعرفي منين؟ انت جيت البلد ما تعرفيش حد، وكده كده المخزن ملوش لازمه عندك، وهو طلب ياجره وانت وافقتي، وبعد ما اجرتيه اكتشفت ان سمعته مش كويسه،
فحاولتي تخرجيه وهددك. صدقيني انت هتخرجي، يمكن تبقى كفاله كبيره شويه بس مش مشكله. عايزه اقابل عادل. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا تعالوا. تعالي يا زينب. تعالي يا زينب. يا ريتال. تعالي يا شهد. تعالوا تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلوا على الله. يلا. مكتب بابا قوي. روحي يا حبيبتي. بالراحه يا ريتال، هتفضلي مجنونه. عايزاك تقولي الحقيقه ومن غير لف ولا دوران. طب انا هلف وادور عليكي ليه؟ لسه شايل في قلبك اي حاجه من ناحيتي؟ بصراحه يعني؟ بصراحه. ايوه لسه.